مطور ألعاب، مصمم، كاتب، ورئيس شركة. غير هذه الألقاب فهو المطور اللي خلى اللاعبين يبكون وخلى الكثير من اللاعبين يكسرون يدين التحكم بسبب صعوبة ألعابه. في أحدث عصر للألعاب قدر يصنع أسلوب لعب خاص فيه، غير توجه الصناعة كاملا وألهم عدد لا يحصى من مطورين الألعاب. اسمه هيدتاكا ميازاكي. مسار حياته ومسيرته المهنية خذت طرق مختلفة لما تتعرف على بداياتها ما تتوقع بأنه بيكون مصمم ألعاب. ميازاكي تربى في منزل حالته المادية صعبة ومحدودة. لما عاش في مدينة شيزوكاوا اليابانية عبر بأنه ما كان عنده هدف في حياته على عكس الأطفال اللي في عمره. مع ذلك فهو كان يعشق القراءة، لكن أوضاع أهله المادية صعبة وهذا معناته ما قدر يشتري الكتب اللي يبيها. عشان كذا كان دائما يروح المكتبة المحلية ويستعير كتب. الكثير من الكتب اللي قراها في ذاك الوقت كانت إنجليزية وأغلبها كانت صعبة عليه وفي أشياء كثير ما فهمها، لكن هذا ما وقفه من استعمال مخيلته حتى يفهم هذه الأشياء من رأسه عن طريق استعمال الرسومات التوضيحية. كان يستمتع بلعب ألعاب الفيديو، لكن أهله كان يحدون من وقته وما بدأ يلعبها بشكل كبير إلا لما وصل للجامعة. ففي ذيك الفترة كان يلعب ألعاب الطاولة مثل دنجنز دراجون وستيف جاكسون سورسري. بعد ما تخرج من جامعة كيو بتخصص علوم اجتماعية انتهى في المطاف كموظف محاسبة في الشركة الأمريكية أوراكل كوربوريشن. أحد زملائه في الشركة نصحه بتجربة لعبة آيكو، وهذا خلاه يعيد النظر في مهنته وصار وده يصير مصمم ألعاب. لما بلغ 29 حصل شركات عندها عروض توظيف، وأحدهم كانت فروم سوفتوير اللي انضم لهم وعمل معهم كمخطط للعبة أرمورد كور لاست ريفن في 2004، وبعدين صار من مخطط إلى مطور للعبة في نص مرحلة التطوير. ومن هنا ميازاكي صار مخرج على لعبة أرمورد كور 4 والجزء اللي بعده أرمورد كور 4 أنسر. بعد ما انتهى من العمل على هالمشروعين سمع عن لعبة تصمم داخل الشركة اللي صارت بعدين ديمون سولز. لما سمع عن المشروع وطبيعته الخيالية تحمس وعرض على الفريق بمساعدتهم في هذا المشروع، ولما انضم لهم عرف ان هذا المشروع في نظر شركة فروم سوفتوير كان فاشل. وقال ميازاكي في مقابل عن هذا الموضوع: في رأسي إذا قدرت أسيطر على هذا المشروع أقدر أحوله لأي شيء أبيه، وفي أسوأ الأحوال إذا أفكاري فشلت ما حد راح يهتم لأن المشروع من الأساس فاشل. فكرة الأونلاين في ألعاب السولز نوعا ما مستوحاة من موقف صار له. في أحد الأيام كان يسوق سيارته في طريق متثلج، ولما وصل تل سيارته قامت ترجع والناس اللي حوله يسوقون واجهوا نفس المشكلة. فهنا مجموعة من الناس تعاونوا ودفوا سيارته ومجموعة سيارات ثانية. لما عدى التل لقى أنه ما يقدر يشكرهم على مساعدتهم، وجلس يفكر كيف أنه ما راح يقابل هذول الأشخاص مرة ثانية، وهل في أحد ساعد آخر شخص في التل. كل هذه الأمور صنعت فكرة الأونلاين باللعبة اللي يخلي اللاعبين يتواصلون بشكل صامت حتى يتغلبون على الصعاب مع بعض. ديمون سولز لما صدرت مبيعاتها كانت أسوأ من المتوقع، لكن بعد كم شهر ارتفعت مبيعاتها، وبعدين فروم سوفتوير تواصلوا معهم شركات بخصوص نشرها برا اليابان. ولما صدرت برا اليابان حققت نجاح جيد، وبعدها نفس الفريق حقق نجاح جبار مع الجزء الروحي دارك سولز. وضح ميازاكي بأن الصعوبة في ألعابه مو بهدفها كبر، وبأن ألعابهم أصعب من الألعاب الأخرى، بينما الفكرة تكمن في تقديم إحساس الإنجاز للاعب قدام كل الصعاب. ووضح بأن الموت في اللعبة مستخدم كأداة تعليم للاعب، وقال أن اللاعبين تفهموا هذه النقطة بعد نجاح ديمون سولز. في أغسطس 2012 سوني تواصلت مع فروم سوفتوير حتى يعملون على عمل جماعي بين الشركتين. من هنا ميازاكي سأل سوني إذا كان يقدر يطور لعبة على جهاز البلايستيشن 4، وكذا بدأت أفكار بلاد بورن تتجمع. هدفهم كان من أن هذه اللعبة ما تكون مرتبطة بأي شكل من الأشكال بألعاب السولز السابقة. فريق فروم سوفتوير كان يطور بلاد بورن نفس الوقت اللي كان يطورون فيه دارك سولز 2 اللي كان ميازاكي مشرف عليها، لأنه ما كان عنده القدرة يخرج لعبتين بنفس الوقت. ميازاكي بين بأنه ما يكره الألعاب اللي تعطيك القصة بشكل واضح، لكن يفضل اللاعب يستوعب العالم بنفسه. بوجهة نظرة هذه النقطة تخلي اللاعب منغمر بالقصة أكثر وتحمسه في التعرف عنها أكثر عن طريق التفاعل مع العالم نفسه. بعد ستار بلاد بورن ميازاكي رجع لسلسلة دارك سولز 3 كمخرج، لكن هذه المرة بمساعدة المخرج الجزء الثاني ومخرج لعبة ستيل بتالين. لما نزل الجزء الثالث ميازاكي قال بأنه شخصيا وده يوقف العمل على ألعاب السولز، ومشاريعه القادمة بتكون لعبة بلاي ستيشن في آر جراسيني ولعبة الأكشن ساكيرو. في 2018 ميازاكي كسب جائزة اللايف تايم أتشيفمنت لمساهمته اللي غيرت في صناعة الألعاب. حاليا ميازاكي يعمل كمخرج على لعبة الأكشن آر بي جي إلدن رينج اللي كتبها مع كاتب سلسلة جيم أوف ثرونز جورج آر آر مارتن. هيدتاكا ميازاكي مع أنه صنع أسلوب لعب خاص فيه، إلا أنه ما ينكر الألعاب اللي ألهمته خلال السنين مثل لعبة آيكو، سلسلة دراغون كويست وذا لجند أوف زيلدا. غير الألعاب الرجال أخذ الهام من أكثر من مانجا معروفة مثل برزيرك وديفل مان، وطبعا كتب إتش بي لافكرافت. نتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو، وإذا عندكم مطور ثاني حابين تتعرفون عليه أكثر اكتبوا اسمه بالتعليقات. كان معكم نواف النغموش، يعطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة.